مشاهدينا الكرام، تقدروا تتابعوني على البث المباشر من خلال الروابط اللي هتنزل حالا امام حضراتكم على الشاشه. ده رابط صفحتي الشخصيه وكمان رابط صفحه قناه مكملين الصفحه الرسميه. كمان مشاهدينا الكرام، تقدروا تكملوا اجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده اللي امام حضراتكم على الشاشه، وشاركونا بتعليقاتكم وارائكم عشان نقرا جزء كبير جدا منها من تعليقاتكم في نهايه الحلقه. يلا بينا على بركه الله نبدا ونشوف اول حاجه معانا. شبكة رصد بتقول: بعد ساعات من هدم منازل نزلة السمان، الأمن يقتحم غرف السياح بأحد الفنادق لإخلاؤه بالقوة. طيب، ده كان الخبر من رصد. أنا عايز بس أقول لك بقى إيه، تعالى واتفرج على الفيديو عشان بص هي اللبانة اللي شغالة ودايرة اليومين دول. أصل ما قلتلكش أهالي نزلة السمان قال إيه؟ بيتوسموا الخير في مين؟ فعباس كامل، عباس ترامادول، ويقول لك ده عباس كامل، سياده اللواء عباس كامل استجابه لرغبه المخلصين من اهالي نزله السمان، وسيجلس معهم من اجل حل القصه. والناس اصلا بيتهدم عليها البيوت وبتطرد في الشوارع، والناس متبهدله اخر بهدله. تعالوا بقى نشوف الموضوع صوت وصوره، يلا بينا. يا فندم بعد اذنك ادينا وقت. خلاص يا محمد نايمين، الناس راجعه من الاقصر واسوان. بس ازاي نخبط على الزباين كده؟ انا مش عارفه انتوا بتتخضوهم، ادونا لهم حتى فرصه. يا جماعه ده مفهوم متعذبين، يا جماعه ده بنديلهم فرصه. والامريكي فين؟ الامريكي نايم فين؟ والله يا جماعه ايام حسني مبارك كانوا بيجيبوا بتوع الامن المركزي، ايام الامن المركزي يعني، ويقول لهم اللي بيعرف يقرا يقف هنا، تمام؟ واللي ما بيعرفش يقرا يقف هنا، فيلاقوا ناس واقفه في النص، فيقول لك بس هم دول اللي اشتغلوا في الامن المركزي، ليه بقى؟ عشان البهايم اللي دخلوا اوتيل فيه سياح، والست بتقول لهم اللي هي بتشتغل في الاوتيل: يا جماعه دول جايين من الاقصر واسوان ونايمين، طب ادونا فرصه نبلغ الناس ونعمل اخلاء للفندق او الاوتيل اللي الناس قاعدين فيه. لا، هو امن مركزي، هو واخد التعليمات، قال له خش هتفتح الباب تطلع الناس بره ترميهم بره تهد الاوتيل. هو ده نظام العسكر معاك يا حبيبي. هتقول لي طب حتى هو مش خايف على السياحه؟ هو مش خايف على اي حاجه، لانه قبض خلاص. المنطقه دي مدفوع فيها فلوس كتير قوي وفيها رز كتير قوي، فما تفرقش معاه كم واحد سايح ولا كم واحد نايم في الاوضه او راجع من الاقصر واسوان او هيرجع يقول ايه في بلده. كل ده مش قصه عبد الفتاح السيسي، ده راجل نصاب وحرامي وافاق وقطع طريق. هتفرق معاه شكل البلد والسياحه والاهرامات، وان في غاز مسيل للدموع يطلع يغطي منطقه سياحيه مهمه زي الجيزه والاهرامات؟ ما تفرقش معاه الكلام ده كله. هتفرق معاه دموع واحد طالع يقول له انا امي هنا وابويا هنا واخواتي هنا وارضي هنا واتربيت هنا وهموت هنا وهدفن هنا وبيتي من عشرات السنين هنا؟ هيقول لك ما يلزمنيش، الرز يجب ما قبله، الرز يجب كل المصالح اللي انت بتتكلم عنها دي. فهم دول الامن المركزي هيخشوا زي ما انتم شفتوا بالشكل الغوغائي ده وهيعملوا كده، وهي دي رجاله عبد الفتاح السيسي. يلا بينا نشوف اللي بعده. مدونة شيرين عرفة بتقول: علمت بسطو عصابة من اللصوص على منزل أخي، يصبح الحديث في هذه اللحظة عن خصومات السابقة معه ليس من المروءة في شيء، لا نملك رفاهية الاختيار في التضامن أو عدمه مع كل من تنهبهم وتسطو على بيوتهم عصابة العسكر. بصوا يا جماعة، أي حد شنتان لازم يراجع نفسه، واي حد شايف ان اهالي نزله السمان يستاهلوا يخلي باله، لان الدور هيجي عليه. اللي بيحصل النهارده في اهالي نزله السمان اسمه افتراء وجبروت، اسمه افتراء وجبروت. حتى الاحتلال ما كانش يجرؤ ان ياخد خطوه زي دي، بس واضح كده انه اكلت يوم اكل الثور الابيض. يلا روح لكيمو. طب ماشي، ده محمد مصطفى. خلصت المكتب وطلعت على البيت، لبست جينز وبعدها رحت نزلة السمان ماشي من المريوطية. منطقة القلق قريبة جدا من الهرم. وصلت لقيت متاريس، عدتها لقيت المخبرين منتشرين في كل زاوية لحد مسرح الاشتباكات الرئيسي. شارع جانبي مقفول بالأمن المركزي والدخول بالرقم القومي. ورائحة الغاز المسيل للدموع تقيلة جدا. بصيت لقيت عمارة من أربع طوابق متكسر منها الطابق العلوي، وفي ناس شكلهم زي كل غلابة مصر.
ستات عيونها مليانة انكسار ورجالة كبار في السن محتارين. ممكن تتخيل كده في لحظة لما تلاقي نفسك بلا مأوى، شعور مرعب بدون شك. وأنا في الطريق بمنتهى الأمانة كنت رايح واخد قرار أضم جنب الناس هناك، بس لقيت الشوارع شبه فاضية. بصراحة ده قرار مش سهل، لأننا كلنا تمنى رصافة، رغم كده كلنا شطار في التنظير والشماتة من بعض. عبد الرحمن يوسف قالها في بوست مختصر: حينما يشمت الضحية في الضحية فهنيئا للجلاد. كلنا بناكل لحم بعض بمنتهى الوحشية. سألت الناس عن اللي حصل الصبح، قالوا قرارات إخلاء لعقارات مخالفة. طبعا التبرير ده يرضي الكثيرين، لكن يعمل ايه رب أسرة اشترى شقة من مقاول خالف وخلع؟ يلم لحمه من الشوارع ازاي؟ رافض اي شماتة في سكان نزلة السمان عشان بتاع 50 او حتى 100 بلطجة عملوا موقعة الجمل. ياريت نفوق ونتعلم نتعاطف مع المظلوم برغم اي خلاف معاه. لو الناس في نزلة السمان وقفت ضد قرار الازالة، المفروض ندعمهم بما نستطيع، مش نشمت فيهم. طيب تعالوا بقى ناخد احمد كيم، يلا بينا. اللي بيحصل حاليا في نزلة السمان يناير 2019 من تهجير قصري، جريمة زي اللي حصل في رملة بولاق 2012، جزيرة زي جزيرة القرصايا 2012، الوراق 2017، مثلث مسبيرو 2017، وكله على سبيل الأمثلة. والموضوع له علاقة بمشاريع استثمارية وإحلال عمراني طبقي وباستثمارات وتغيير شكل المدينة صالح طبقات بعينها. والجرائم دي مش بس ليها علاقة بتشريد ناس من بيوتها، لا كمان بقتل وحبس وضياع عمر بني آدمين وتحرش بأجسام الستات في مفاوضاتهم مع الضباط والعساكر عشان رجالتهم يطلعوا من الحبس. بعيدا عن الشماتة في أهالي نزلة السمان اللي نظام مبارك استعان بيهم في موقعة الجمل، وكذلك أهالي مثلث مسبيرو اللي جابوا لهم كسر الرخام يضربوا به الثوار في ميدان التحرير، الآن السيسي بيرد لكم جميل وقفتكم عدد بثورة يناير لحساب مستثمرين إماراتيين دفعوا مقدم واشتروا نزلة السمان ومثلث مسبيرو وجزيرة الوراق، والبقية تأتي. طيب كلمة السر في اللي بيحصل في مصر من أول يوم هو الرز. يعني في رز في قرارات، مفيش رز مفيش قرارات، عشان بس تبقى الأمور إيه واضحة بالنسبة لكم. السيسي عامل بالظبط زي الحرامي اللي دخل بيت وجرس الإنذار ضرب. عارف أنت لما تكون حاطط كده جرس إنذار في بيتك عشان السرقات، فجرس الإنذار ضرب وهو عايز يسرق أكبر كمية فلوس ممكنة قبل البوليس ما يطب عليه ويجي بعد ما الناس تتلم على صوت الجرس إن في حرامي. والسيسي هو الحرامي والشعب هو البوليس، وهيطب عليه قريب. يا رب بقى يا رب يطب عليه بسرعة، ويا رب الشعب يمسك الحرامي ده ويقول له انت حرامي ويعمل فيه اللي هو عايزه. عارفين لما الحرامي بيتمسك الناس بتعمل فيه ايه؟ يا ريت نعمل كده مع عبد الفتاح السيسي لانه هو الحرامي. يلا نروح للي بعده. علشان الناس استسهلت التبرير، فالنظام هو كمان استسهل التهجير. وعلشان تهجير أهالي شمال سيناء واللي حصل في القرصايا والوراق ومسبير وغيرهم وغيرهم عدى بسلام، ما تستبعدش لما النظام يلاقي فرصة استثمار في منطقتك إنه يحشد قواته ويجي يخرجك من بيتك بالشكل ده. ولو دفعت عن بيتك تبقى بلطجي أو إرهابي أو أنت ونصيبك. وأنا مش مع التطوير، بس بالأصول والرضا والتعويض الكافي وحفظ الحقوق، لا لتهجير نزلة السمان. تعالوا بقى نروح مشاهدينا الكرام لآخر بوست معانا على موضوع نزلة السمان واللي حصل فيها، ونقرا البوست مع بعض. محمد وحيد بيقول: ادعوا لخير اجناد الارض فهم يحاربون في سيناء ونزلة السمان ومسبيرو وجزيرة الوراق، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا بينا مشاهدينا الكرام نروح من موضوع اعتداء الداخلية على اهالي منطقة نزلة السمان ومحاولة تهجيرهم قسريا، تعالوا نروح مع